La vidéo, donc on reconnaît, on va pas nous dire que ça vient de la Désellerie, ça, hein. C'est bien de chez nous, d'accord. Donc je vous remontre ce que je vous ai montré l'autre fois. Par contre, je vais vous montrer autre chose. Je vous montre ça. Donc c'est un jardin, terrain de foot, terrain de basket, blablabli. Une place d'Oujda, parce que là, Oujda est jumelée avec l'île, ok. Regarde la haine. Regarde la haine. Tu la vois la haine celle-là ou pas? Regarde, place d'Oujda, tagué en noir. Parce qu'ils peuvent pas, et je te jure qu'elle est au moins là, 3,50 m la truc. زي ما انتم شايفين بعض الجزائريين في بعض الاحياء الفرنسيه بيشيلوا اي حاجه عليها اسم ليه علاقه بالمغرب زي ما انتم شايفين يعني تعالوا نكمل. La plaque elle a 3,50 m, sont partis la mettre en noir. Tellement ils ont la haine. C'est un truc de fou quand même. Là, place d'Oujda, non, c'est pas place d'Oujda. Regarde la haine, ceux qui soignent la haine, ceux qui vous disent les frères, regarde. Encore une fois, place d'Oujda, ils ont écrit place de bisque. Comme biscras à moi, tu vois. Voilà. Pour que vous compreniez à qui on a affaire. D'accord. Donc les frawa khawa de balle, à un moment, il faudra vous rendre compte que c'est pas vos khawa khawa. C'est tout ça, vos khawa khawa. انت متخيل ان هو وصل لمرحله مرضيه انه اي حاجه او اي لافته عليها اسم ليه علاقه بالمغرب بيشيله او بيشطب عليه هم واصلين للمرحله دي هو وصل لمرحله ان هو لما بيشوف اسم مدينه ليها علاقه بالمغرب او مدينه مغربيه بيجي له جنان في دماغه فيبتدي يشطب على الاسم حتى ده في اوروبا والشكاوي بقت في اوروبا عليهم كتير جدا زي ما انتم شفتوا مظاهرات في اسبانيا بتطالب بخروجهم مظاهرات في البرتغال بتطالب بخروجهم مظاهرات في فرنسا بتطالب بخروجهم طب وبعدين اخره الكلام ده ايه عشان هو شاغل نفسه بالعقده المغربيه هو ماشي في الشارع بيدور على اي حاجه ليها علاقه بالمغرب ويشتمها او يغلط فيها او يشطب عليها هي حياتهم كده هو العقليه بقت كده لنا الله في عقليه كوكب لالا اوريكم بقى اعتراف رسمي وصريح من واحده انتوا عارفينها كويس صوفيا باتمان وهي بتقول انه مفيش حاجة اسمها الصحراء الغربية وانه مفيش حاجة اسمها الجمهورية الصحراوية الموزمبيقية وانه مفيش غير المملكة المغربية تصدقوا قالت كده بقها قال كده غصب عنها تعالوا نشوف مزية ربي يكون كلكم منكم رايحين نلعبوا الماتش تاع اوغندا الماتش روتورا الماتش هذه الاولى روتورا انا نروسو فيهم كنا رايحين نلعبوا في المروك مزية كاين رجال خير رجال خفاء تحية الكاسكيطة والدولة العميقة هاي كيف نحب انا تبوني دير هاي وشنو الرئيس هذه رئيس الجمهوريه نورمالمون هذه كاين 54 دوله افريقيه حنا داخلين اسمها 53 دوله افريقيه لازم رئيس الجمهوريه ما تزيدش تهضر معاهم اهي اعترفت بلسانها انه افريقيا فيها 54 دوله افريقيه حضرتك لو حسبت الدول الافريقيه هتلاقيهم 54 انما الدوله اللي انتوا عايزين تضيفوها دي اللي هي ملهاش اي لازمه دي اللي هي مش موجوده اصلا دي انت ما حسبتيهاش فانت دلوقتي قلتي 54 دولة افريقية يعني ده اعتراف منك يا صوفيا باتمان انه افريقيا فيها 54 دولة يعني ما فيش حاجة اسمها الجمهورية الصحراوية الموزمبيقية الحلمندية والمملكة المغربية بس هي اللي قائمة في هذه المنطقة فده اعتراف من صوفيا باتمان بس هي برضو لما ابتدت تتكلم على المشاكل اللي في الجزائر او المؤامرات اللي على منتخب الجزائر يعني اتكلمت انه غينيا فوزها على الجزائر كانت مؤامرة وده شفتوه في الفيديو اللي فات فراحت برضو جايبة ست المخزن تعالوا نشوف من هو يحرض ولا يقطع في البلاد ولا يحطم في البلاد ولا يضرب الأمن القومي بور موا سيت مخزني صهي لا أكثر ولا أقل ليه مخزني بقى؟ يعني ده سؤالي حضرتك دلوقتي قاعدة بتتكلمي مع أشقائك وولاد بلادك الجزائريين ليه حضرتك بتتكلمي على المغرب؟ وليه تجيبي سيرة المخزن؟ يعني نفسي افهم وبرضه وانت بتتكلمي في الكوره وكانت بتتكلم على منتخب الجزائر برضه جابت سيره المخزن هل حضرتك فاهمه انه المخزن فاضلكو يعني هل المخزن قاعد فاضلكو وقاعد فاضل منتخب الجزائر عشان يتكلم عليه او يخطط ضده منتخب الجزائر مش محتاج تخطيط ضده هو كده كده عمال يخسر لوحده احنا ما جيناش جنبه خالص يعني الموضوع ماشي لوحده كده مع نفسه فنفسي افهم ايه منطق انه بني ادم قاعد بيتكلم هو جزائري وقاعد بيتكلم مع جزائريين ويجيب سيره المغرب والمخزن ويقول لك المخزن اصل هو اللي مخطط ضدنا اي حاجه تحصل في العالم ده يبقى المخزن مخطط ضدنا المخزن والمغرب مخطط ضدنا وهم اللي متامرين علينا ومنتخب الجزائر خسر بسبب المغرب وتلاعب المغرب ليه؟ ليه وبأني منطق؟ انا ما اعرفش بصراحه. احترامي للجزائريين. اذا قامت الثوره الجزائريه 1950 وكان تعداد السكان بالجزائر 8 مليون. هل يعقل ان الفرنسيين قتلوا يعني هذه هولوكوست صراحه مليون ونص شهيد مو منطقي انا من خلال بحثي البسيط بالموضوع هذا 156 شخص ده مش كلام انا بقى ده حتى الاخوه في الخليج بداوا يعني يتكلموا في الموضوع وبداوا يستغربوا العدد اللي كلهم بيتزايد وهما بيطلعوا يعايرونا بيه ما اعرفش ليه يعني انا ما اعرفش انا كمصري لما اطلع اقول مثلا ان الجزائر غلط انها تقول انها احتلت مصر
انه مثلا ما ينفعش واحد في التلفزيون الجزائري يطلع يقول ان الجزائر احتلت مصر، انه ما ينفعش واحد يطلع في التلفزيون الجزائري يقول الاهرامات جزائريه وانه الفراعنه جزائريين وكده. يعني بتكلم عادي يقوم هو يرد يقول لي ايه احترم نفسك، احنا بلد المليون ونصف مليون شهيد. طب انا مالي؟ يعني انا احترمك ماشي لو انت ما اتكلمتش على بلدي ولو انت ما اتكلمتش على المغرب، انما انا مالي بقى بعدد الشهداء عندك؟ فالراجل الاخ من الخليج يعني يشكر الحقيقه، طلع قال لك انه الموضوع مستحيل لانه كان تعدادهم 8 مليون، فاذا حصل انه مات منهم مليون ونصف مليون فاذا هذه هولوكوست. يعني الراجل اتكلم بمنطق غريب جدا وهو اللي بيقول مش انا. فاتمنى بقى انه الجزائريين يردوا عليه عشان نشوف ردودهم هتبقى عامله ازاي، لانه واضح انه الناس كلها يا جماعه بتعمل ابحاث في الموضوع ده وبتتكلم فيه. فالراجل قال ان هم 100 وشو حاجه و80، فبالنسبه لي ده غريب جدا، ولكن لازم حد يراجع النقطه دي ويقول لنا الحقيقه، لانه الحقيقه واضح انها احنا مش عارفينها ومش هنوصل لها. فيا ريت حد يقول لنا الحقيقه لانه العدد غريب جدا والعدد في تزايد. يعني في ناس طلعوا قالوا 5 مليون من كام يوم، 5 مليون وانتوا اصلا كنتوا 8 مليون، يعني اكتر من النص يا فندم، ازاي؟ مستحيل يعني. فانا بس حبيت اجيب لكم الفيديو ده عشان نشوف يعني انه مش احنا بس اللي مستغربين الرقم، لا كل العالم مستغرب الرقم. في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، وانا كان بغيكم بالذات. حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، وكالعاده لنا الله في كوكب لالا، وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي غدا، وبالتوفيق لمنتخب مصر كمان النهارده. وبشكركم مره اخرى على تعليقاتكم الجميله اللي فوق راسي من فوق، والسلام عليكم. أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا أسد الأطلس، أنا مالك الصحراء وسيدها، أنا قلب الأسد. هنا اكتشفت أول مجوهرات في التاريخ، هنا شيدت أقدم جامعة بالعالم. أنا مبدع القفطان ومبتكر الزليج، أنا من كسرت شوكة العثمانيين، أنا تاريخ كبير، أنا القوي العتيد، أنا القريب والبعيد، أنا الكرم والجود، أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا المغرب.